دير مشروعك. 70 مشارك في جميع المجالات من أصل 100 تختاروا من طرف لجنة انتقاء ووصلوا لمرحلة العروض أمام لجنة التحكيم. في كل برايم 10 منهم غادي يحاولوا يقدموا مشروعهم ويدافعوا عليه في مدة ما كتتزاوج 2 ديال الدقائق. إنشاء مقاولة هو هدف العديد من المغاربة. الانطلاقة كتبدأ بحلم، كيتحول الفكرة قبل ما تتبعوا مراحل التخطيط والمسائل القانونية والإدارية والمالية ثم التطبيق. دير مشروعك كيختصر على المشاركين الطريق وكيعطيهم فرصة في تحقيق هذا المشروع. جميع المترشحين غادي يستافدوا من تأطير مباشر غادي يقوموا به 2 ديال لي كوتش مختصين في إنشاء وتدبير المقاولة قبل ما يعرضوا مشاريعهم على لجنة التحكيم اللي غادي تكون كتكون من 3 ديال الخبراء. 5 ديال المشاركين في كل برايم غادي يتأهلوا وغادي يحصلوا مقدما على مبلغ 10000 درهم، و5 اللي غاديش يحالفهم الحظ غادي يستافدوا من مبلغ 5000 درهم. 7 لي برايم غادي يقدموا لينا 35 مرشح، 10 منهم فقط غيقدروا يتأهلوا البرايم النهائي من خلال تصويت الجمهور عبر الاس ام اس باختيار مرشحهم المفضل. وفي هذا البرايم غنتعرفوا على صاحب افضل مشروع اللي غادي يفوز ب 10 مليون سنتيم وسياره. هادو هما المشاركين اللي تأهلوا للبرايم السابع في برنامج دير مشروعك. ورحمة الله تعالى وبركاته، أختكم كنزة أرخو حاصل على دبلوم تقني متخصص في الصناعات الغذائية. شفت البروجي ديالكم على قناة ميدي أن تي في وقلت علاش لا ما نقومش أنا ضمن المشاركين إن شاء الله في هاد التظاهرة هادي. البروجي اللي بغيت نقدم امامكم هو عباره عن وحده تكميليه او لوحده نموذجيه لانتاج مشتقات التمر، علما انني انا كنت تواجد في يعني في جنوب الشرقي في المغرب، يعني واحه النخيل اللي معروفه واحه زيز عالميه اللي هي اكبر واعرق واحه في العالم. بما اننا احنا عندنا في الواحه ديالنا يعني مجموعه ديال انواع التمور عندها قيمه ما شاء الله يعني اللي هي رفيعه، وكذلك عندنا واحد النوع ديال التمور اللي ما نقدروش ندخلوه للفريكو وما نقدروش يعني يتكونسيرفا بزاف، دونك قلنا نحولوه وعطينا بزاف ديال لي برودوي. دوك لي برودوي هذوك هما عندهم اثار يعني ايجابيه على صحه المستهلك، من حيث ان لي برودوي كيدوزوا عنده يعني فيهم شروط السلامه الصحيه للمستهلك، وكذا كيدوزوا يعني في مراحل جد يعني طبيعيه، ما كيتضافوش لهم يعني مضيفات يعني كيميائيه او لا شيء من هذا القبيل. وكذلك هذا البروجي هذا عنده اثار يعني ايجابيه على الساكنه، من حيث انه غادي يرفعوا من دخل الساكنه ديال القريه خاصه المراه. بالنسبه للتجربه المهنيه ديالي يعني كنت كنخدم في تروا ديال لي كوبيراتيف في المنطقه اللي كيديروا انتاج وتحويل التمور بالمنطقه. كنتمنى ان شاء الله انني نكون من الفائزين في هذا البروجي، وعجبكم ان شاء الله الفكره ديالتي وتنال الاعجاب ديال الجميع ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، معكم زكريا، مشترك في التطبيق الجديد روم سيرفيس بيك فور كوم. هذا التطبيق هذا فاحنا درناه لجميع الفنادق باش تسهل عليهم التواصل ما بينهم وما بين الزبناء ديالهم. أغلبية الناس إن ما عندهمش لانفورماسيون أو المعلومة على لي سيرفيس على الخدمات اللي الفندق كيوفر، فصوبنا هذا التطبيق هذا باش يسهل التعامل ما بين لي زوتيل وما بين الفنادق والزبائن ديالهم. تطبيق اللي كيساعد على تطوير الدخل ديال الفندق من جميع النواحي، يعني من ناحيه ديال جوده التعامل، من ناحيه لو شيفر دافير يعني الخدمه اللي تتكون مع الناس. لوبجيكتيف ديال الهدف من هذا التطبيق هذا وهو اننا نساهم اكثر في التطور ديال السياحه المغربيه، حيت كنعرفوا ان السياحه المغربيه هي الفاعل الثالث في الاقتصاد الوطني، وهي المشغل هي المحرك الثاني بالنسبه لمناصب الشغل في المغرب. فهاد لوبجيكتيف فهاد التطبيق هذا درناه لسببين. السبب الاول وهو ان اغلبيه الناس حاليا كيستعملوا الهواتف ديالهم او اللوحات الالكترونيه،
وثاني حاجه ان جميع الزبائن حاليا في العالم او في المغرب خاصه بداو كيتجهوا للخدم الطلبات عبر الهواتف ديالهم. دونك هذاك الشيء اللي كيتسمى اي كوميرس. الهدف ديالنا حاليا هو اننا نطوروا هذا المفهوم هذا ونزيدوا بالسياحه المغربيه باذن الله من هنا لبكره. نتمنى ان الفيديو تكون عطيتكم نبذه على التطبيق، وان شاء الله باذن الله معلومات اضافيه في امان الله. من بعد البرايم السادس من برنامج دير مشروعك، اختارت اللجنة 5 ديال المشاركين. يمكن لكم مشاهدينا التصويت على مرشحكم المفضل ليكون من المتأهلين للبرايم النهائي بإرسال رقم المشارك عبر SMS إلى الرقم 5054. ما نوصفش لك الشكر ديالي للقناة ميديا ان تيفي اللي عطاتنا هذه الفرصة، هذه فرصة لا تعوض. الأخص السن ديالي أنا 51 سنة صافي، قلت أنا ما بقى لي لا تعامل معك لا بنك لا حتى حاجة، وعطاتني القناة هذه الفرصة. والله زعما كنشكركم بزاف، كنشكركم بزاف، كنشكر القناة اللي عطاتني هذه الفرصة. وكنقول أنا ولو أني ما نجحش كان آمن بالفكرة ديالتي، كنت غنتقاتل حتى نديرها بوحدي. الحسن التابعي من مدينة المحمدية. المشروع ديالي اللي هو تجفيف اللحم، رقم الترشيح ديالي ورقم التصويت تذكروه دائما اللي هو رقم 26. ما تنساوا صوتوا عليا، صوتوا عليا بكثير. النقطة القوة ديال المشروع ديالي كتكمن بأنه أنا دوزت الإكسبيريونس في فالوريزاسيون دي داتا أون براتيك، وعطيت لهم داكشي أون ديتاي أون براتيك، وعطيت لهم لي ديتاي ديال لي ماتيريال اللي غنحتاج، وعطيت لهم واحد الفئة سوسيال اللي غيستافد منهم الفلاحة، وغيستافد منها واحد الفئة اجتماعية معينة اللي هما النساء. الاسم محفوظ حبيبي، 26 سنة، حامل مشروع تحويل التمور إلى مجموعة من المواد الغذائية، مجموعة المواد الغذائية ديال لي بات كونفيتور فينيغر دي ذات الكافي ديال لي ذات. الحمد لله دزت المرحلة التصويت، والرقم ديال التصويت ديالي 27، ونتمنى بانه دعمونا بالتصويت بكثافه، وشكرا. من بين نقاط القوه اللي في المشروع ديالي هو ان التوجهات ديال المملكه المغربيه في ميدان ديال البيئه، اللي ما بقاش سميتو الميدان البيئي، سميتو الاقتصاد الاخضر. اللي كنقولوا الاقتصاد الاخضر يعني واحد الاقتصاد اللي قايم بالذات ديالو، يعني ولينا كنسمعوا بزاف على التغيرات المناخيه، ولينا كنسمعوا بزاف على 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 اعاده تدوير النفايات. وربما هذا التوجه ديال المملكه افونتاج بالنسبه ليا بانني يدوز المشروع ديالي ان شاء الله، ولما لا انه يكون هو المتوج بالمسابقه ديال دير مشروعك. الاسم ديالي اهرموش عزيز، من مدينه ايت ملول. المشروع ديالي هو عباره عن اعاده تدوير النفايات الصناعيه والفلاحيه، والرقم ديال التصويت ديالي هو 28. رقم البيئه ورقم الاقتصاد الاخضر، كنتمنى انه تصوت عليا الساكنه ديال مدينه ايت ملول والساكنه ديال اكادير الكبير. شكرا. الصراحه الشعور اختلط بين الحزن على اقصاء ديال المتبرعين الاخرين، وبين الفرح لانني دزت المرحله التصويت. بطبيعة الحال كنت كنتمنى أن لجنة التحكيم تختارنا احنا بعشرة كاملين، لأن كلهم مشاريع قوية، وكلهم مشاريع إن شاء الله عندها أفاق في المستقبل. هذا الشيء علاش اختلط لي هذا الشعور، وأنا فرحان بطبيعة الحال لأنني تختاريت من طرف لجنة التحكيم. علي الجامعي، من مدينة سلا. المشروع ديالي هو إنشاء منصة خاصة بالتكوين المستمر عن بعد. صوتوا على رقم 29 إلى كنتوا تايقين في المشروع ديالي، صوتوا بكثافة. أنا كنت متوقع أن اللجنة تختارني لأني قدمت المشروع ديالي بواحد الطريقة جيدة، وهذا المشروع أنا آمنت به، يعني واثق من نفسي وواثق بأنني غنجح فيه إن شاء الله. الاسم هشام قصول، من جامعة مولاي إبراهيم. أنا صانع تقليدي، كنشتغل بالخشب ديال الجوج، الخشب ديال القرقع. صوتوا لي على الرقم ديال رقم 30، صوتوا بكثافة. شكرا. هذا البرنامج برعاية البنك الشعبي.